حلقة مصر الدولية 29 للقرآن الكريم. مصر دوحة القرآن على مدار الزمان. انبسط نهار صاحبة التراث العريق والتاريخ العميق القاهرة المبهرة اليوم الرابع من فبراير 2023، إلا وصاحبه في التوقيت الراهن افتتاح مسابقة مصر الدولية لحفظ وفهم وتفسير القرآن الكريم في نسختها 29 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فقديماً قدمت مصر العديد من الإسهامات التي كان لها دور مهم في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع واليوم بفلسفة واضحة تبنتها الدولة لبناء الإنسان والجمهورية الجديدة يضاف دور جديد لمصر بجانب الدور الكبير الذي تقوم به على مدار تاريخها الحضاري والإسلامي. مسابقة مصر للقرآن الكريم درة المسابقات الدولية. في السنوات الثمانية الأخيرة منذ عام 2014 انطلقت جمهورية جديدة تسمو في خدمة القرآن الكريم وحفظه وتدبر معانيه ونشر تعاليمه. واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح. فكانت إقامة الأوقاف المصرية 7 مسابقات عالمية منذ عام 2015 وصولاً إلى مسابقة هذا العام 2023 نسخة الشيخ مصطفى إسماعيل التي تشرف بوجودكم ومشاركتكم. إذن القاهرة تقول: نحن والعالم نتسابق ونتنافس في أشرف ميدان وأعظم مجال، القرآن الكريم. كتاب كريم. على جانب آخر، الأوقاف المصرية تستحدث عدداً من الأنشطة الجديدة التفاعلية التي تسهم في خدمة كتاب الله عز وجل وتعتني بتعليم القرآن حفظاً وفهماً وتطبيقاً. فكان إطلاق متعدد المقارئ القرآنية التي حملت كل واحدة منها عنواناً وهدفاً، فمصر والقرآن الكريم صنوان. مقارئ كبار القراء، مزامير أرض الكنانة. ورتل القرآن ترتيلاً. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مصر صوت المقرئين من ماتوا أو الأحياء، فيها أبهى ما تسمع من ترديد لآيات كتاب الله. إنا أنزلناه
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هي دولة التلاوة وعظماء القراء أصحاب الأصوات الملائكية والحناجر الذهبية في الماضي والحاضر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجاء إطلاق الأوقاف لمقارئ كبار القراء الأعلام بروايتي ورش وحفص لإحياء واستعادة أعلام دولة التلاوة القرآنية ممن سبقوا. مقارئ الجمهور نحو بناء جيل قرآني. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا حتى تنعم الأمة بضبط كتاب ربها تلاوة وتجويدا. إطلاق مقارئ الجمهور للرجال والسيدات في مساجد مصر كافة. ياسين والقرآن الحكيم. فبلغت أعدادها أكثر من 2900 مقرأة على مستوى الجمهورية، ذلك لأنها تضاهي حلقات التحفيظ في الأهمية وصالحة لجميع فئات المجتمع حتى الكبار والعوام. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومع الناشئة تعد كمشروع رائد متخصص في تعليم القرآن الكريم وخدمته، وتؤهل جيلاً يحمل فكراً وسطياً مستنيراً وفق القيم القرآنية السمحة. مقارئ الأئمة القراء إعداد جيل جديد. فلنولينك قبلة ترضاها. خطوة جديدة من الأوقاف تأتي للعناية بأئمتها، وإطلاق مقارئ الأئمة القراء لصقل مواهب جيل الأئمة المعاصر في حفظ وتجويد القرآن بطريقة صحيحة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. واكتشاف القدرات لديهم ورعايتها ليكونوا جيلاً من المقرئين والمجودين وخطباء متميزين. المقارئ النموذجية للأئمة، التلاوة بأصوات عبقرية. ولإبراز المواهب مقارئ نموذجية لأصحاب الصوت الحسن من الأئمة الذين يمتازون بحلاوة الصوت ووضوح المخارج والتمكن من الأحكام والضوابط والقراءة بالتجويد وحسن الترتيل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والوقف حيث يحمد الوقف والوصل حيث يحسن الوصل. مقارئ الواعظات، المرأة في طليعة الخدمة المجتمعية. اجتمعنا حول مأدبة القرآن الكريم يتدارسن كتاب الله عز وجل ويتلونه بينهن فهما لمعانيه ومقاصده. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واعظات الأوقاف التي ينشرن الفكر الوسطي المستنير ويشكلن الوعي الديني الرشيد من خلال مقارئهن القرآنية للسيدات التي يحرصن على الحضور لتلك المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 36 مقرأة قرآنية أقامتها الأوقاف للواعظات المتقنات لحفظ القرآن الكريم حتى الآن،
من منطلق مشاركة المرأة في الأنشطة الدعوية والقرآنية. سعي متواصل من الدولة المصرية في الثمان سنوات الأخيرة للارتقاء بخدمة القرآن الكريم، وتطوير ملموس في الأنشطة كافة يطال وطناً نابضاً عبر السنين وفي كل حين، ويعلو شأنه أكثر في خدمة القرآن والإسلام والمسلمين. مصر في خدمة القرآن الكريم.